السلام عليكم. صفقة تبادل شاملة للأسرى والمعتقلين والجثث بين ميليشيا الحوثي ومجلس التنسيق المقاومة بمحافظتي تعز وإب. التزم الطرفان بتقديم كشوفات تتضمن جميع أسماء الأسرى والمعتقلين في جبهات القتال أو من أخذ من خارج دائرة الصراع بأي محافظة من المحافظتين. لم تكن هذه العملية الأولى، لكنها الأوسع والأشمل. لكن السؤال، كيف يتم تشكيل لجان وساطات، وهل تتم تحت إشراف السلطة المحلية والجيش الوطني؟ وما انعكاس هذا الأمر على قضية المقاومة؟ ولماذا استثني من الاتفاق من تم أسره في مناطق ذباب وباب المندب والمخا والوازعية وكرش؟ ويبقى التساؤل الأبرز عن مقاتلي الحوثي والمدانين بارتكاب جرائم، كيف يمكن الإفراج عنهم؟ ألا يساهم هذا بتحول المدنيين إلى أهداف للأسر مقابل الإفراج عن قتلة ومجرمي حرب؟ وزارة حقوق الإنسان والصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية، أين موقفها من هذه اللجان؟ هذا ما سنناقشه مشاهدينا الكرام في مسائنا اليمني لهذه الليلة، ولكن بعد مشاهدة هذا التقرير. الأسرى والمختطفون، تبادل عادل أم صفقات مجحفة؟ تحت هذه اللافتة تدور العديد من التساؤلات حول صفقات التبادل المتعددة بين الميليشيا والمقاومة. ملف الأسرى والمختطفين في اليمن من أكثر الملفات المعقدة والشائكة التي يختلط فيها ما هو عسكري بما هو مدني، بين من تعرض للاختطاف من منزله لأسباب سياسية وآخر أسير حرب في قلب المعارك تجري عليه قوانين الحرب المتعارف عليها. لا خريطة عمل واضحة بخصوص صفقات التبادل، وما يتم الحديث في العناوين الإخبارية يشمل الحديث عن لجان وساطات دون ما الإفصاح عن طبيعة تلك اللجان وتفاصيل عملها، وهل تتم تحت إشراف السلطة المحلية والجيش الوطني أم لا. صفقة تبادل الأسرى الأخيرة تضمنت اتفاقا بين جماعة الحوثي في صنعاء ومجلس تنسيق المقاومة في محافظة تعز بشأن صفقة تبادل شاملة للأسرى والمعتقلين والجثث وبيانات المخفيين في محافظتي تعز وإب. الاتفاق تضمن العديد من البنود الغامضة والمجحفة، خصوصا البند العاشر الذي اتفق فيه الطرفان على أن يكون التبادل شاملا لجميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين دون النظر أو الاعتبار لعدد التبادل في الإجمال من الرقم والعدد أثناء التبادل، لا يرتبط العدد مقابل العدد. متابعون يرون أن الإجحاف في صفقات التبادل الأخيرة يكمن في تحويل المدنيين إلى أهداف للأسر مقابل الإفراج عن القتلة ومجرمي الميليشيا، وهذا يتنافى تماما مع حقوق الضحايا ويشجع الميليشيا على اختطاف المزيد من المدنيين. تغيب المنظمات الإنسانية في أغلب الأوقات عن ملف الأسرى في اليمن، وتغيب معها المضامين الإنسانية القانونية، خصوصا تلك المتعلقة بالتفريق بين أسرى الحرب والمختطفين والمخفيين قسرى الذين تم اختطافهم عزلا بسبب رأي أو انتماء سياسي. أهلا بكم مشاهدينا الكرام، ولمناقشة هذه الحلقة سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من تعز الأستاذ ضياء الأهدل منسق لجنة تبادل الأسرى بتعز، وسينضم معه آخرون. مساء الخير أستاذ ضياء. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك. بداية أستاذ ضياء، يعني أود أن تحدثنا عن هذا الاتفاق، من هو صاحب هذه المبادرة أو يعني الاتفاق الذي خرجتم به بهذا الشكل؟ بداية نشكر لكم الاهتمام بهذه القضية، والتي ربما كما أشرتم سابقا أنها ليست الأولى في حقيقة الأمر، لكن ما أريد أن أصححه هو أن الاتفاق ليس بين مجلس تنسيق المقاومة كمجلس تنسيق كان في مرحلة سابقة قائما بالمهام في هذا الاتجاه، بينما نحن نمثل جهة السلطة الشرعية والسلطة المحلية ممثلة بالسلطة المحلية وقيادات العسكرية أيضا. هذا ما ينبغي أن يصحح ويفهم. الاتفاق قد يكون ممهورا بختم المجلس باعتبار أن كنت مقررا في المجلس و متولي لهذا الملف سابقا. أما حقيقة الأمر وفي نص الاتفاق أن نمثل نحن لجنة الأسرى بتعز التي جاءت أيضا امتداد لاتفاق ظهران الجنوب، حيث كنت أيضا في اللجنة آنذاك ممثلا عن تعز بشكل عام، سلطاتها وقيادتها العسكرية ومقاومتها الشعبية أيضا التي ربما نالها الكثير من حالات الأسر سابقا قبل تشكيل الجيش الوطني وعودة السلطة المحلية. هذا الملف يعني يمثل بقدر ما هو ملفا جنائيا وقدر ما هو ملفا سياسيا، لكنه أيضا له
يعني حجما كبيرا من الجانب الإنساني والجانب الاجتماعي الذي ربما المعاناة فرضت كثير من هذه الأعمال وهذه الإجراءات لشدة معاناة الأسرى وأسر الأسرى وذويهم الذي بلغ مبلغا عظيما أو بالأصح ذوي المختطفين والمخفيين قسريا. نحن من أجل تحقيق هدف التخفيف من هذه المعاناة ربما هناك من المصطلحات التي تقبل وتؤخذ ويعطى فيها، لكن التوصيف الحقيقي لهذه الجريمة الممارسة ضد أبناء الشعب اليمني هي عمليات الاختطاف والإخفاء القسري 3 سنوات دون حركة للمنظمات الدولية، دون حركة أيضا للجهات الرسمية. كثير من العوامل عقدت هذا الملف وجعلت البحث عن ثقوب لدخول النور إليه مفروضة إنسانيا ويفرضها الواقع المأساوي الذي تعيشه ربما الأسر الضحايا في هذه الجريمة أو في هذه الممارسات. نعم، أفهم من كلامك أستاذ ضياء أن السلطة المحلية والجيش الوطني يشرفون على هذه العملية وهذا الاتفاق. لا شك، نحن في هذا الشأن نحن نمثل السلطة المحلية. نعم. نوقشت هذه القضية مع القائمين بالسلطة المحلية من وكلاء المحافظة مرارا وتكرارا، وهذا الملف كانت التوجيهات في أو الخطوط التي رسمت من السلطة المحلية ومن قيادة الجيش الوطني هو السعي لتخفيف من معاناة أبناء تعز الذي بلغت حالات الإخفاء والاعتقال لهم من قبل الطرف الآخر بل ليس بالمئات فقط بل بالآلاف، يعانون كثيرا وتمترس شديد من الطرف الآخر في عملية الإفراج عن مواطني تعز وأبنائها، إضافة إلى المعاناة العامة التي تعاني هذه المحافظة تجعل الجانب الإنساني في الصدارة من هذا الأمر. السلطة المحلية تعي هذا الأمر وتحرص على تحقيق أهداف تخفف من المعاناة وتعالج الآثار المأساوية لمثل هذه الجرائم ومثل هذه الممارسات. نعم، ربما يكون المقابل كبيرا لكنه لن يكون بقدر ما نعانيه اليوم من ويلات ينالها المختطفون في سجونهم وتنالها أو تدرك أضرارها أيضا الأسر هؤلاء المختطفين أبناءهم نساؤهم، حالات نفسية كثيرة ووضعا مأساويا تعيشه أسر الضحايا في هذه الجريمة النكراء التي تمارس على أبناء المحافظة بالهوية. وبالتالي نحن نستشعر مسؤوليتنا الإنسانية ابتداء للتخفيف الحقيقي من هذه المعاناة، لأننا أمام يعني ضغوطات مجتمعية ونفسية ويستوجب هذا الأمر كثيرا من التحرك والتنازل أيضا ربما، لكن تنازلا لا يغير من مواقفنا من نعم. سنتحدث عن بنود الاتفاق أستاذ ضياء. نعم، سنتحدث عن هذه البنود وهل تم هناك تنازل أم لا. نعم. ولكن قبل ذلك أود أن تحدثني كيف تم هذا الاتفاق، من صاغه، يعني كيف جرت الترتيبات للوصول إلى مثل هذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق كانت هناك مساعي إنسانية من لجان مجتمعية ومنظمات محلية كانت حريصة على هذه المسألة منذ فترة طويلة. مضت هذه الأشهر الماضية في حالة من المتابعة من قبل وسطاء، ربما الاتفاق نص على أسمائهم، الأخ عبد اللطيف المرادي والأخ بسام البرق، وهما أيضا ناشطين حريصين من خلال تواصل الناس بهما على رفع بعض المعاناة عن المختطفين والمخفيين. لاقت هذه المساعي نوعا من التجاوب الذي كان يظهر بصور جزئية في تبادلات بسيطة بين بعض الأسرى من قبل الأسرى الحوثيين لدينا مقابل أيضا المختطفين. نحن لا نعتبر من لدينا من هذه الحالات إلا اختطاف في غالبها ونسبتها العالية، وربما التسمية تأتي فقط من باب تلطيف الأجواء. نعم. وإبداء حسن النوايا التي في الحقيقة لمسنا لها وجود حقيقي في هذه الاتفاقية، فأقول هي مساعي شبه فردية ومنظماتية داخلية حرص من خلالها بعض الأطراف
أن تقارب وجهات النظر في عملية الإخفاء من خلال تواصلاتهم الكثيرة مع ذوي المختطفين الذين مثلوا عامل ضغط حقيقي في هذه القضية، إضافة إلى الواقع التي تعانيه المحافظة بشكل عام، يدفع للقبول بتخفيف المعاناة ولو بصور جزئية وتتناول جزئيات من مجمل قضايا الانقلاب والتمرد على الشرعية. نعم، إذن يعني أنت تحدثت عن نقطة مهمة وهي أن غالبية المختطفين يعني أو من سيتم مبادرتهم هم مختطفين وليسوا أسرى حرب، ألا تجد أن هذه النقطة فيها إجحاف أن يتم مبادرة أسرى مدنيين بقتلة في ساحات القتال؟ لا شك إذا نظرنا نظرة قانونية مجردة و لهذه القضية قد يكون هذا الأمر صحيحا أو فيه جزءا كبيرا من الصحة، لكن المعاناة التي يعيشها هؤلاء المختطفين بمقابل إهمال المنظمات الدولية المعنية وتركها للمسألة وكأنها لا تعنيها في ظل وضع الشرعية أيضا والسلطة الشرعية التي أيضا تعاني في كثير من الإشكالات في مسألة حلول حقيقية لقضايا معاناة أبناء تعز. يعني المجتمع التعزي بكله يكاد يكون مختطفا في بعض الجوانب، مرتباته مختطفة، واقعه الاقتصادي مأساوي، كل هذه الأمور تفرض على أن تكون هنالك متنفسات. ربما لا شك كما قلت سابقا هناك تضحيات، هناك تنازلات، لكن أقول أن هذا المختطف الذي وراء القضبان وأسرته تعاني الأمرين من جراء اختفائه واختطافه تفرض علينا في ظل أوضاع معقدة وأوضاع لم نرى حقيقة أي تقدم في هذا الملف وهذا الاتجاه. نحن نسمع عن تبادلات في المناطق أخرى في جنوب سابقا محافظة الجنوبية في بعض المحافظات الشمالية، ويسمع بها الأهالي ويعني يعملون. نحن صبرنا كثيرا وضغطنا على أنفسنا وعلى ذوي المختطفين وذوي المعتقلين مدة طويلة بانتظار فرج من هنا أو هناك، لكن المعاناة المتعددة وأوجه المأساة الإنسانية في تعز ربما تضغط علينا ليكون هنالك نوعا من التماهي في هذه القضية أو التساهل بمعنى أصح. ربما يجد بعض الإخوة القانونيين أو ربما السياسيين في هذا الأمر إجحافا كما قلت، لكن أيضا النظرة للمعاناة الحقيقية التي يعيشها المختطف ويعيشها ذويه أيضا أظنها تستوجب حركة حقيقية فعلية في ظل صمت منظمات حقوقي على المستوى المنظمات الدولية أو حتى المنظمات الإقليمية، وأيضا ربما انسداد أفق الانفراج مع السلطة الشرعية من قبل الطرف الآخر الذي لم يحرك هذا الملف ولم يبدي تعاونا جادا في سيره بصورة صحيحة وقانونية. لكن أقول في ظل مثل هذه الأمور يعني لن يكون هنالك مانعا من أن أقول، بل ربما نحن نثبت الحق لهذا المختطف ولهذا المخفي أنه تم إخراجه وفق هذه الصفقة التي جاءت اضطرارية من ناحية إنسانية بحد كبير. أيضا الرغبة المجتمعية لمثل هذه المسألة تجعلنا نتجاوز عن بعض الجزئيات التي ذكرتموها. نعم، إذا أستاذ ضياء، هناك يعني حديث عن بعض النقاط التي أود أن أناقشك فيها. مثلا يستثنى من الاتفاق من تم أسره في مناطق ذباب وباب المندب والمخا والوازعية وكرش، لماذا هذه المناطق تم استثناء الحديث أقول عن أسرها؟ هناك فعلا هذه ملفتة في الاتفاق، لكن هنالك أمر ومعلومة يجب أن تعلم لنعلم سببا لمثل هذه المسألة. هذه المناطق التي ذكرت كانت في بداية الأمر وهي تابعة لمحافظة تعز، يتولى شأنها الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في محافظة تعز، إلى مرحلة ثانية كانت الجيش الوطني من ألوية الجنوب والتحالف العربي قد وضع يعني هذه المناطق في إطار جبهاته التي يحررها من الميليشيات. هذه الوضعية جعلت كثير من أسرى الطرف الآخر
يقعون في الأسر تحت أيادي المقاومة، الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هناك بإدارة في المناطق الجنوبية تدار من عدن، وبالتالي تحدث عمليات التبادل في هذه المناطق. وحدثت قبل فترة وجيزة عملية التبادل بين الجيش الوطني والمقاومة الشعبية برعاية وأيضا مع الطرف الآخر في هذه المناطق قبل أن نوقع على هذه الصفقة، وتم إخراج أسرى يعني حوثيين بمقابل الإفراج عن مختطفين وعن أسرى ربما بحسب المسمى التوصيفي لواقع الأسر من المعارك في هذه المناطق، مناطق ذباب ومناطق الساحل ومناطق كرش. فهناك مجال آخر يعني أو طرف، لا أقول طرفا مستقلا بذاته، لكن فرضه الواقع العملياتي العسكري بأن تكون الجبهة هناك وقياداتها يعني مرتبطة بمحور الجنوب أو الجيش الوطني في المحافظات الجنوبية. هذا جعل التبادل يتم هناك، وقبل شهر تقريبا تمت صفقة في هذه المديريات، ربما كان هذا هو السبب. أيضا ما أريد أن أوضحه أن كل الذين اختطفوا وأخذوا من هذه المديريات في مرحلة ما قبل تدخل قوى الجيش الوطني من محور المخا ومحور عدن، كان هذا يعني هؤلاء سينطبق عليهم الاتفاق الساري بيننا وستراعى هذه المسألة. نعم، إذا نسمح لنا أستاذ ضياء أن ينضم معنا أيضا عبر السكايب دكتور عبد القادر الجنيد الناشط السياسي والحقوقي من كندا. مساء الخير دكتور عبد القادر. مساء النور والعافية. أهلا بك معنا دكتور. بداية يعني نتحدث عن اتفاق تبادل أسرى بين المقاومة والجيش الوطني والسلطة أيضا مع تحالف الانقلاب، كيف تقرأ هذه الخطوة في هذا التوقيت تحديدا؟ أولا أنا أرى الآن خلف الأخ ضياء تعز الغالية، نعم، بث مباشر، أنا ما شفتهاش لثالث سنة بعد ما اختطفني الحوثة. وطبعا أحيي الأخ ضياء، أنا أعرفه جيدا، وأحيي الأحبة في تعز وكل أهل تعز المحاصرة التي يتم اختطاف أهاليها من بيوتهم، والتي يفتشون هواتفهم وبناء على ما يرون في الهواتف يختطفونهم، والتي حتى يمكن أن يختطفوهم بدون سبب ليستعملوهم كأوراق ضغط. هذه أول نقطة. النقطة الثانية، قبل يومين استلمت رسالة من شقيق الأخ جمال المعمري المحبوس المختطف. هل تسمعينني؟ نعم دكتور تفضل. وهو يقول لي إنه أخوه ما حدش بيسأل عليه ولا حد بيسأل على أهله ولا على مرتباتهم. أريد أن أقول للأخ ضياء وكل الناس المسؤولين عن هذه الملفات أن يهتموا أيضا بأسر المختطفين، ويحرصوا على أن معهم مرتبات وعلى أن معهم ما يعيشهم. المختطف يكون بحالة مريعة خوفا على أهله، والأهل يكونوا بحالة مريعة خوفا على مختطفهم. طبعا أنا افتهم لي من كلام الأخ ضياء أنهم يقعون تحت ضغط الأهل، وهذا نعم معروف، ويجب أن يرضخوا لضغوط الأهل، ويمكن حتى أن يتحملوا بعض الضنك بسبب هذا، ويمكن أن يتحملوا بعض الخسائر مع الحوثة. هنا أنا في كل مرة يحدث فيها عمليات تبادل مختطفين وتبادل أسرى ندرك بعدها أنه تم الضيم بنا، وتم أنهم زادوا علينا، وأنهم عملوا لنا خدعة، وأنهم أخذوا ما لا يستحقون، وأننا لم نحقق ما نستحق وما نحتاج إلى تحقيقه. في كل مرة نحس أنه نضحك علينا، في كل مرة نحس أنه
هم محترفون أكثر منا، وفي كل مرة نحس أنهم بيتكتكوا وبيخططوا وأن احنا بنأخذ على غير غرة. طبعاً أنا ما بلومش أصحابي هذولك محترفون، وحتى يمكن بيتمتعوا بخبرات في المفاوضات وفي المباحثات، يمكن حتى تكون أجنبية وإيرانية ولبنانية وغيرها. على قدر ما نستطيع نحن ندهف، لكن اللي بأيدينا نحن نطلب منهم أنهم يعني ما يقعوش في فخاخ واضحة. المسألة التي أثرتها أنه يبادل ناس مختطفين من الشارع بدون ذنب، نعم، بأسرى في معارك قتال، بنحس أنها مجحفة. لكن في نفس الوقت هذا المختطف معه أم ومعه أب ومعه أطفال، فإحنا بنتعاطف معهم. هذا يلقي باللوم وبالعتاب على المحترفين من القيادات حقنا، على الذين يتولون أمورنا. يجب أن يتحركوا ويغيروا قواعد اللعبة، نعم، ويغيروا من قواعد الممارسات، بحيث هم أيضا يضطروا أن يرضخوا لطلباتنا. لكن يعني نعم دكتور، يعني أليس من المنطقي أن يعني هؤلاء المدنيين الذي تم اختطافهم أن يفرج عنهم فورا تحت أي ضغوط أخرى، كما تفضلت يعني تجد الحكومة بابا آخر للضغط على الإفراج عن هؤلاء المدنيين وترك أسرى الحرب بمبادرة بأسرى حرب، يعني حتى يكون هناك جزء من العدالة على الأقل؟ نعم نعم، أنا ما بين حدين. الحد الأول أهالي هؤلاء المختطفين، نعم، وعلي واجب ان استجيب لهم. والمختطف نفسه يعني. وما بين الحد والمختطف، اي المختطفين واهلهم. نعم. وما بين حد ان انا بوقع لضحيه لناس بيتحركوا بحرفنه وبمهاره وبحرفيه وبمهنيه اكثر منا بسبب مخزون تجاربهم ومخزون خبراتهم ومخزون الاستشارات التي يتمتعون بها مقابل ركه اداء اصحابنا. أصحابنا نحن نقول لهم نحن نحبهم ونحن معهم ونحن معهم بكل أرواحنا، لكننا أيضا مستاءون من الأداء، لا يعجبنا أداءهم، نحبهم ونقف معهم ونؤيدهم، ولكنه لا يعجبنا نقص الهمة ولا يعجبنا نقص الإبداع ولا نقص الخيال ولا نقص الإنجاز ولا نفس الإنجاز على الأرض. نتعاطف معهم ونحس بهم، ولكن يجب أن يحسنوا من أدائهم قليلا. نعم. طيب ابقى معي دكتور عبد القادر، سأعود إليك. أستاذ ضياء، يعني لو تحدثنا عن يعني أحد البنود الذي تم الاتفاق عليه، وهو دعني أقرأ لك نقطة عاشرا: اتفق الطرفان على أن يكون التبادل شاملا لجميع الأسرى والمعتقلين والمختطفين دون النظر أو الاعتبار لعدد التبادل في الإجمالي من الرقم، والعدد أثناء التبادل لا يرتبط عدد مقابل عدد. بداية، هل لديكم إحصائيات أولية لعدد المختطفين والأسرى؟ بداية أشكر الدكتور عبد القادر وأقدر معاناته، وهو لمس حقيقة معاناة المختطفين بمثل ما لمس أيضا معاناة الأهالي، وهو بين موازنة لا شك أنها صعبة، فنشكر له تفهمه على وملاحظاته أيضا وعتبه على ربما أداءنا الذي قد يكون ليس بذات الدهاء الذي يمارس به الطرف الآخر إدارة بعض الملفات، لكن أقول أن طول المعاناة له دورا كبيرا. أما بالنسبة لما أشرت إليه أختي الكريمة في مسألة العدد، أنا لا أريد أن نقول أن هذا البند يعني يخدم طرفا دون أن يخدم طرف آخر، أو من الطرف الذي سيستفيد من هذا البند. هذه ستكشفه الأيام القليلة القادمة في حال مضينا على ذات النفسية التي توحي أيضا بانفراج في هذا الملف من قبل الطرف الآخر. الأعداد لا شك أن هنالك أعداد يعني تتوالى، لدينا أرقام محددة، لكن نحن إلى اليوم ونتيجة طبيعية للعمليات التي كانت تتم في اعتقال واختطاف أبناء المحافظة من أماكن ليس فيها معارك وليس فيها حرب،
من طرقات، من شوارع، من نقاط، من محافظات تسيطر عليها القوى الانقلابية، وبالتالي هذه الأعداد ليست مضبوطة عندنا بالشكل الواضح. لا شك نحن إلى اليوم نتلقى أسماء ونتلقى بلاغات عن معتقلين لهم منذ سنوات، منذ بداية من عقب الانقلاب كانوا في حالة لا يقدمون بياناتهم ولا يعني يتحركون للإبلاغ عن حالات الاختطاف التي تتم في كثير من مناطق تعز التي كانت ساحتها الجمهورية كل معظم الأراضي اليمنية. بالتالي سابق لأوانه أن نفصح عن الأعداد التي وصلتنا يعني معلومات دقيقة عنها، لكن لنا تجربة سابقة في الحوار والذي لم يسفر في الماضي عن اتفاق من خلال تبادل الكشوفات أن الطرف الآخر يخفي عدداً غير قليل تحت وراء القضبان وفي أقبية السجون. نحن متأكدين من وجودهم، وربما الاتفاق سيسفر عن بحث حقيقي عن هذه الأعداد. نحن والكل يعلم أن مسائل الاختطافات لأبناء تعز نالت أعداداً كبيرة، بالمقابل من هم لدينا من الطرف الآخر يعني هم من المعارك ومن أثناء المعركة ودورانها ووهجها، وبالتالي لا شك أن الفارق كبير، ولكن أيضاً يعني نحن على إحساس بالمسؤولية الإنسانية ابتداء والمسؤولية الجنائية، مع يعني قولنا أن الواجب الإنساني ربما يمثل الضاغط الحقيقي لمثل هذه الأشياء، لكن أقول الأعداد لا يستطيع أحد الآن أن يقول أن طرفا دون طرف هو المستفيد من هذا البند في الاتفاق. نحن حريصين كل الحرص على إخراج كل أبناء تعز ومختطفيها. هل تثقون باتفاقات الميليشيا أستاذ ضياء؟ يعني ونحن نقرأ البنود الاتفاق نجد أن هناك معاهدات واتفاقات وأخلاقية ودينية ومجتمعية بالالتزام بجميع بنود هذا الاتفاق، خاصة في مسألة الإفصاح عن جميع الأسرى دون إخفاء أي عدد أو أي شخص. هل تثقون فيهم بأنهم سيكونوا بالمصداقية التي ستتعاملون بها؟ لا شك أن هنالك فوارق في مسألة المصداقية من خلال التعاملات، لكن أقول أننا حريصين نحن أولاً على أن نقدم نموذج للمصداقية بصفتنا سلطة شرعية وبصفتنا طرفاً يعني يحمل قضية وطنية ابتداءً ومبادئ وقيم هذه المسألة. نحن نثق أيضاً أو هكذا ينبغي أن نتعامل على ثقة ما دامت هناك وثيقة تم الاتفاق عليها وتوقيع وقعنا على بنوده، نستبشر خيراً وندع للأيام القليلة القادمة التي ستحتوي الإجراءات التنفيذية لهذا الاتفاق لتتضح الأمور على حقائقها، ونعتبر أنه في حالة أن يكون هنالك نكرانا أو إنكارا ومخالفة لروح هذا الاتفاق سنحقق أيضا انتصارا قيميا وانتصارا معنويا، سنقيم الحجة، سنكون قد وصلنا، ونحن سنقول كل مجريات التنفيذية أولاً بأول ليطمئن أهالي الضحايا في هذه المسألة على أننا حريصين كل الحرص. نحن نتلقى المعلومات عن أماكن المختطفين بقدر استطاعتنا، نحن سنضغط على الوسطاء على أن يتحدثوا. أريد أن أشير أن هناك عامل وضغط أساسي قوي أيضا من استخدام هؤلاء المختطفين كدروع بشرية في مواقع عسكرية مستهدفة. هذه خوفتنا ما حدث في صنعاء من استخدام جعلكم توافقون على معسكر الشرطة. نعم، اتضحت الفكرة. اعذرني أستاذ ضياء، يعني الوقت يلاحقنا. شكرا جزيلا لك ضياء الحق الأهدل، ممثل لجنة تبادل الأسرى بتعز، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من هناك. وينضم معنا عبر الهاتف مشاهدينا دكتور سمير الشيباني نائب وزير حقوق الإنسان من عدن. مساء الخير دكتور سمير. أهلا، مساء النور.
أهلا بك. لابد أنكم اطلعتم على الاتفاق الذي حدث بين السلطة المحلية ومجلس المقاومة في تعز مع الحوثي أو ميليشيا الحوثي حول صفقة تبادل الأسرى، هل يعني لديكم أي تعليق حول هذا الاتفاق؟ بالحقيقة لم نطلع على تفاصيل الاتفاق، بعد سمحنا بهذا الاتفاق ونتمنى أن يتم بشكل جيد، لكننا لسنا على اطلاع بتفاصيل الاتفاق على الإطلاق. لستم على اطلاع عليه يعني؟ لم تطلعنا الأطراف حول هذا المسألة. نعم، إذن الدكتور سمير يعني هي الفكرة تحدث فيها معنا الأستاذ ضياء الحق أنه حينما عجزت الحكومة السياسية بفرض ملف الأسرى في المفاوضات وعلى مستوى المحافل الدولية اضطروا إلى خوض اتفاقات جانبية بإشراف السلطة المحلية والجيش الوطني، اتفاقات للتبادل حتى وإن كانوا مختطفين وليسوا أسرى حرب مقابل أسرى حرب، وجدوا أن هذا يعني حل تحت ضغوط الأهالي. هذه هي الفكرة العامة للاتفاق، هل تجد أنه يعني أحد الطرق التي يمكن سلكها لأجل الإفراج عن المختطفين؟ في الحقيقة أولا نحن لم نهمل على الإطلاق ملف الأسرى والمعتقلين، نتابع هذا الملف بشكل جدي، ولكن له 3 سنوات يعني لم نعم. لم تجدوا نعم. له حل. نعم 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 نعم, نعم. دكتور سمير، انكار عدم رغبتهم في فتح هذا الملف على الاطلاق، لكننا توافقنا مع قيادات الجبهات بان اذا تمكنوا من فتح حوار مع قاده الجبهات المواجهه لهم لتبادل الاسرى فهذا امر سنرحب به، لانه في الحقيقه استمرار وضع التغيير القائم للمختطفين والاسرى ودون اعتراف لا لنا ولا حتى للمنظمات الدوليه من قبل جهات الانقلاب بوجود هؤلاء الاسرى يشكل لنا ارق وارق كبير. في الحقيقه اخر تواصل لي كان مع منظمه الصليب الاحمر والام ان اس سي، وكنا نحاول ان نرفع الملفات المتوافره لدينا من اسماء المعتقلين والاسرى في كل الجبهات للبحث عن ايجارات اماكن تواجدهم، لكننا نعم. إذن يعني أنتم مع هذا الباب بفتحه؟ إذن أي وسيلة سيدتي فاضلة، أي وسيلة تؤدي لإطلاق سراح أبنائنا وإخوتنا سنرحب بها، والمسألة ليست مسألة احتكار بوظائف، الهدف الأساسي هو أن نصل إلى إطلاق سراح. نعم يعني هو تحدث معنا السيد ضياء أن المسألة كانت أكثرها حقوقية إنسانية بعيدا عن التناول السياسي يعني الذي قد يعني لا يعجبه مثل هذه الاتفاقات، ولكن دعني أسألك أين وصل الملف إذن طالما أنتم لم تهملوا هذا الملف؟ الملف واصل إلى كل منظمات المجتمع الدولي إلى المنظمات الحقوقية الدولية، ونحن نتابع هذا. طبعا سيأتي وقت الحوار مع الطرف الاخر والله قريبا عندما تتضح ملامح المعركه، انت عارف في كل الاطراف التي تتقاتل لديها اسرى ومحتجزين يحاولوا ان يمسكوا بهذا الملف للحظه الحوار حتى يخرجوا باكبر قدر من المكاسب. طبعا هذا الوضع ليس انساني ومعادي في الحقيقه لكل شرائع وشرعه حقوق الانسان الدوليه، لكن هذا امر واقعي في الحروب وعلينا ان نقر بهذا الامر. نسعى بكل جهدنا للوصول الى معرفه على اقل تقدير معرفه اماكن تواجد اسرى المخطوفين من قبلنا من قبلهم جماعاتنا، ونحاول ان نطمن الاسر قدر ما نستطيع. نعم. في الحقيقه ليس بيدنا ما نستطيع عمله اكثر من متابعه المنظمات الدوليه بشكل خاص في المناطق التي تخضع لسلطه القوى الانقلابية. أما فيما يتعلق بالأسرة في المناطق المحررة تم حل هذا الملف الحمد لله، تبقت بعض المسائل العالقة وسنحلها إن شاء الله أول بأول، المسألة بحاجة لي مزيد من الصبر. طبعا أنا أعرف أن هناك تقصير وتقصير كبير من قبلنا، لأننا لم نتمكن حتى الآن من معرفة مصير كل المختطفين والأسرة والمعتقلين، وهذا طبعا تقصيرنا في هذا التقصير ناتج عن
ضعف إمكانية الدولة والمشكلات الكبيرة التي لا زالت قائمة على الأرض. كل ما أستطيع حلو أننا قد التقينا مع وفد من أسر المختطفين والأسرى والمعتقلين وانتزعنا مبلغ من الدعم لا بأس به ووزعنا عدد من المرتبات على عدد غير قليل من أسر المختطفين والأسرى والمعتقلين على الأقل نخفف العبء النفسي والاجتماعي على هذه الأسر. هذا ما عملنا. شحة الإمكانات المادية طبعا قد تكون يعني سبب أسباب سقوط بعض أسماء أسر الأسرى والمعتقلين من هذه المخصصات، نحن نتابعها وبإذن الله سنتمكن من حلها قريبا. نعم، إذن شكرا جزيلا لك دكتور سمير الشيباني نائب وزير حقوق الإنسان، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. عودة إليك أستاذ عبد القادر. أستاذ عبد القادر، يعني طرحنا سؤال على سيد نائب وزير حقوق الإنسان وهو أين وصل ملف المختطفين بالنسبة لهم كحكومة؟ أود أن أسألك أيضا كنشاط فردي تقوم به وأيضا عبر المجتمعات، يعني هل استطعتم أن توصلوا صوت المختطفين إلى العالم لكي يروا مدى الظلم الذي حدث ويحدث على هؤلاء؟ عشر شهور من الأمن القومي في صنعاء، من خلال جلستي هناك أقدر أقول لك أن عندهم حرفية، عندهم تراتبية هرمية من أسفل إلى أعلى، وعندهم جهة واحدة تمسك بكل الخيوط، مهمتها أن تحول حياتنا في الأماكن المناطق المحررة إلى جحيم، ومهم أن يجمعوا كل المعلومات التي في الجبهات، وكلها كل المعلومات تصب إلى جهة واحدة هي تتحكم بالخيوط، وهي التي تفرض الشروط، وهي التي تقرر من يفرج عنه ومن لا يفرج عنه، وهي التي تظهرهم بطريقة أكثر. نعم دكتور عبد القادر، يبدو أن الاتصال سقط، سنعود التواصل بك. نعم عدت إلينا. نعم تفضل. أم سياسي الذي يمسك بكل هذه الخيوط، هل معنا أحد يجعل هذه المشكلة همة؟ أنا أجزم لك أن معهم من يقوم بهذا. أنا كنت أريد أن أستفيض، أن أتكلم أكثر في هذا الاتجاه. نعم، لكن بالنسبة لسؤالك، نحن نموذج متحرك لهذه المأساة، وهم من خلالنا يرون المأساة، لكن أنا لا يهمني الآن. الآن ثالث سنة ويمكن سابع سنة وأنا متابع هذا الملفات الدولية، هذه الجمعيات الحقوقية وهؤلاء المنظمات الدولية هم مسيسون أكثر من أنهم حقوقيون، يعني يضعون الهدف السياسي التي تضعها دولهم، وبعد كذا يدق الطبول بناء على اتجاه سياسات بلادهم. أنا كنت أريد أن أحول سؤالك في اتجاه، نعم تفضل. من معنا الذي معه الأظافر والأنياب التي ينشبها في جلد الحوثة؟ نحن ليس معنا من نحس أنه حقنا وأنه يهتم بنا، ليس فقط المخطوفين أو الأسرى أو المظلومين، كل الملفات. لا تحس أن معك شخص تريد تذهبين إليه ويقول أنا جاهز. كل الهموم حقنا موزعة بين القيادة. فكرتك دكتور عبد القادر أنه لا أحد مع الحكومة الشرعية فعليا من المجتمع الدولي والإقليم، هل هذا ما ترد قوله؟ داخل الشرعية وداخل التحالف لا يوجد شخص ممكن أن ترمي إليه بمسؤولية أي حاجة حتى لو كانت مسؤوليته. بالنسبة للمجتمع الدولي، هذا على جنب. انا كل ما مرت السنين من 2011 للان، كل ما اتيقن انه لا لزوم لهم على الاطلاق ولا لنا حاجه بهم. ما يهم هو ما يحدث على الارض، والحوثيون معهم على الارض امن وطني وامن سياسي وميليشيات وقوى ضاربه وقيادات بتراتبيه هرميه
وخط مسؤولية واضح، ونحن نفتقد إلى كل هذا. أين استخباراتنا العسكرية التي المفروض أن يكون هذا الملف من ضمن أهم مهماتهم؟ يجب أن يجعلهم يتعلمون، فممكن بعدها أن يتعاملوا معنا ونتعامل معهم. أما أن تطلبي من أشخاص نحن نحبهم ونقدرهم أن يتصدوا لمسألة وهم غير مسلحين بأوراق ضغط ولا بأوراق قوة، وبعدين نطلب منهم اتفاقا مثاليا، يعني هم يحاولون. يمكن أن تقول له ومن فوضكم بأن تقوموا بشيء مثل هذا، ولكنهم يحاولون. أنا أيضا لا أستطيع أن أقول لهم أن تكونوا ساكتين أو تلزموا الصمت، لكن أنا دائما أحولها من هو المسؤول، من هو المفروض أن يكون مستلم لهذا الشيء، من هو الأمن الوطني الذي يهتم بأمور الشرعية والأمن القومي والأمن السياسي والأمن العام الذي يخدم الشرعية؟ لا يوجد، لا أحس. يعني هل تجد أن الحكومة يعني مقصرة في أدائها في هذا الملف، رغم أن الدكتور سمير يعني تحدثنا أنهم غير مقصرين بالمرة، وأن أكثر أو أقصى ما تستطيع وزارة حقوق الإنسان عمله هو إيصال الملف إلى المجتمع الدولي؟ هل تجد أن هذا كافيا؟ ما حقوق الإنسان هي ترحم زي ضياء بالضبط. ما أريده هو الناس الذي لديهم المدفع ولديهم الرشاش ولديهم ميزانية أمن قومي ولديهم أمن وطني ورسم سياسات عامة داخلية وخارجية. هل معنا أحد بهذا الشيء يتولى مثل هذا؟ أنا لا أستطيع حتى أن أحس أنه موجود، ليس فقط لا أدري من هو. نعم. إذا ما الحل برأيك دكتور عبد القادر؟ يعني إذا كانوا يعني تجد أنه لا قوة حقيقية لدى الحكومة ولا للتحالف أولانية جادة في هذه المسألة، يعني ما الحل؟ هل سيضيع الملف الإنساني والملف السياسي والملف الحقوقي بهذا الشكل؟ وملف كل شيء سيضيع إذا استمرينا على هذه الحالة. يجب أن يقفوا وقفة مع الصديق، يجب أن يلملموا أنفسهم ويقولوا هذه رابع سنة. نعم. يعني تلي من الأراضي تحت الشرعية، يعني الكلام ده ممكن نقوله في الخطابات العامة. الوضع الصحيح أن نحن رابع سنة، ونحن رابع سنة ونحن في مأساة. الناس يقاسون، الناس يعانون، الدماء تسيل، الدمار مستمر، وهم يقولوا لقد أنجزنا. الآن كل واحد يجلس وكل الملفات تطرح، وكل واحد يقول في حاجة اسمها التدقيق، auditing. كل واحد ينتقد مش بغرض الانتقاد، بغرض البناء. وفي حاجة اسمها المساءلة، وفي حاجة اسمها المحاسبة، وفي حاجة اسمها المكاشفة، وفي هذه أشياء. يبدو أنها خلال ثلاث سنوات لم تحدث بتاتا دكتور عبد القادر، يعني من خلال الأداء الذي نلاحظه. هل تعتقد أنه هذه أبجديات ولا أحد يستعملها؟ استعملوها وسيتحسن كل شيء. نعم. إذا شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر الجنيد، يعني قلبت لنا المواجع. فعلا ثلاث سنوات لا نجد ملفا حقيقيا واحدا. نعم. أختي آسيا أربع سنوات، يعني أربع سنوات ناقص شهرين. نعم، يعني سننهي الثالثة في يعني نعم في شهر 9 انهيناها في الانقلاب. نعم، دخلنا في الرابعة صحيح منذ الانقلاب. نعم، شكرا جزيلا. لا من أول عاصفة الحزم 21 مارس بعد شهرين. نعم. إذا شكرا جزيلا لك دكتور عبد القادر الجنيد الناشط السياسي والحقوقي، كنت معنا عبر سكايب من كندا. كثير من المشاعر طرحها الدكتور عبد القادر والملاحظات أيضا لمن يستمع مثل هذا الطرح. وإذا مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، شكرا جزيلا لمتابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد في الأسبوع المقبل. كونوا برعاية الله وأمنه.